العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. في متابعتنا لسلسلة موضوعات الاحتفال باليوبيل الذهبي لكنيستنا، وصلنا لموضوع الأسبوع السادس وهو عن الخدمة، ونلاقي أن السيد المسيح له المجد هو اللي علمنا الخدمة، وعلمنا أن الخدمة هي عمل كل مسيحي لما قال في تعليمه الإلهية: من لا يجمع معي فهو يفرق، اللي هي في متى 12 وفي لوقا 11. والسيد المسيح في فترة تجسده كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويعلم الشعب، وكان ينادي يقول: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وكان بيشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فأظهر لنا السيد المسيح أن الخدمة هي حب. فالإنسان بيعبر عن حبه في صورة الخدمة: حبه لله، حبه للملكوت، محبته للناس، اهتمامه بالمصير الأبدي لكل أحد، عايز يوصل كل إنسان ربنا. ونلاقي أن أساس خدمة السيد المسيح كان المحبة، قال عنه في كتاب المجد: أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. والفداء اللي أتمه رب المجد على الصليب كان دافعه هو الحب، يقول هكذا: أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد حتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والحب أحبائي دايما يعطي، عشان كده نقول إن الخدمة هي عطاء للكل، وعطاء بتلقائية مفيش فيها تغصب. يعني إنسان مش بيعمل عطاءه في الخدمة مش غصب عنه، مش بيضغط على إرادته عشان يؤدي الخدمة. فالإنسان في خدمته يشبهه كده زي الشمس، الشمس في طبيعتها بتدي حرارة وبتدي نور للكل وبلا تمييز. أو ممكن الخادم يبقى في عطاءه زي الشجرة، بتدي ظل وبتدي زهر وبتدي ثمر، بتدي للكل وبلا تمييز. فالخادم من طبيعته انه بيعطي، يعطي حب ويعطي تعليم، يعطي افتقاد، يعطي مواساة، يعطي معونة ويعطيها للكل، يدي كل احد في كل مناسبة وفي كل مكان. يعني في البيت في محيط الاسرة يعطي، بنخدم بعضينا ونتسابق في خدمة بعض. في محيط الدراسة يعطي، في محيط العمل، في محيط الكنيسة، في النادي، في كل مكان طبيعة الخادم العطاء. فالخادم يتشبه بسيده رب المجد يسوع اللي كان يقول: يصنع خيرا، هكذا الخادم. فكل إنسان يقابلك كخادم في الحياة أو ربنا يحطه في طريق حياتك، تلاقي الحب اللي في قلبك حب العطاء، تحاول ولو بطريق غير مباشر إنك تعمل معه، تقربوا من ربنا أكتر. فعايز أقول الخدمة في عطائها هي خير متحرك نحو الناس، بيدفع الخادم في عطائه حب ربنا وحبه للناس. فالخادم وهو بيتحرك بيدفع الناس ناحية ربنا. بيدفعهم إزاي؟ بكلمة منفعة، ببركة، بمعونة، فيتحرك بيها قلب الخادم ناحية قلوب الناس اللي بيقابلها، ولا يركز على ذاته بالمرة إنما يبذلها لأجل خير الناس. الخادم في عطائه يشعر إن الخدمة هي غذاء روحي بيقدمه الأرواح المخدومين، زي ما قال رب المجد: يا ترى
مين هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه، فيديهم وجبة دسمة من الكتاب المقدس، يديهم تأملات روحية، يديهم سير قديسين، يقدم تراتيل، يدي ألحان، أيضا يدي من اللاهوت ومن العقيدة في أسلوب روحي مبسط محبب للنفس، فيربطهم بالله وبصفاته الجميلة، وربما في كلمات قليلة لكنها قوية في تأثيرها وفعاليتها. فكلنا نفتكر أن كلمة واحدة سمعها القديس أنبنطونيوس في الكنيسة غيرت حياته كلها، وكانت سبب في إيجاد حياة ملائكية في الكنيسة كلها، حياة الرهبنة. فإذا عايز أقول الخدمة لا تحتاج إلى كلام كتير، إنما تحتاج إلى الكلام الروحي المؤثر، الكلام اللي يحمل قوة الروح، الكلام القوي في إقناعه وفي تأثيره، واللي بيدفع الناس إلى التنفيذ. لكن الخدمة اللي لا تأثير ليها ولا روح، فهي عاملة زي البزار اللي فقدت أجنتها، يعني لن تثمر. ربنا ادينا أحبائي هذه الخدمة اللي تدخل إلى العمق وتحرك القلب وتعمل عملا وتكون لها قوة دافعة. لإلهنا كل مجد للأبد، أمين. كل سنة وكنيستي طيبة. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين سلم السماء. القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين. أفكر إن الخدمة في السنين الجاية أو الاقتراحات ممكن تفيد، ممكن نطورها، ممكن نعدلها. يعني أحلام كده. أنا عايزين نهد خيالي قادر يعني نتعامل مع الجيل الجديد بتاع الإنترنت والموبايل. لأن إحنا جيل قديم، معلوماتنا في الإنترنت والموبايل تكون قد شوية لهم أفضل مننا. عايزين ندوك فرصة إن هم لأنهم عارفين أكثر مننا. عايز كمان وبتمنى إن ملائكة مدارس الأحد بجانب الموضوعات الروحية تتضمن موضوعات ثقافية. لأن الولد يبقى كبر وراح الجامعة ويسأل حالة ثقافية ما يعرفش للأسف الشديد. فين الموضوعات الثقافية؟ فين ثقافتي؟ فين قراءاتي؟ كل الموضوعات زي ما تقرا في الجانب الروحي لازم تقرا في الجانب الثقافي. وتثقف نفسك يعني مثقف متابع، مش وائد متفرد، لازم تخش في الاحداث وتشوفها عشان ابناء الكنيسه يطلعوا كده عندهم معلومات وعندهم فكر وعندهم ثقافه وعندهم رقم في الموضوع في القدره في كل حاجه. مش نجيب واحد يدي بدو على حاجه معينه يبقى قاعد ساكتين يجي يتناقش ومحدش عارف يتناقش ومحدش عارف يقول سؤال ومحدش عارف يتواصل معاه. لازم يكون على كل فتره، كل شهر او شهرين او ثلاث شهور نخلي اولادنا في مدارس الاحد نقترح لهم موضوع يقدموا فيه بحث. مش لازم يجوا مدارس الاحد بس يقنعوا الدرس ويمشوا. لازم يبحثوا، لازم يقروا، لازم ينقروا في الكتب ويشوفوا في المكتبه ويقروا ويشوفوا ويعملوا ويقدموا كورس ويتكلموا فيها ويدي جوائز. انا ما استخسرش في الجوائز، ندي جوائز لكل الاولاد اللي عاملين كده. دي هتخلي الولاد يقروا كل واحد يفكروا يرتبوا افكارهم يكتبوا يقوموا. يبقى الواد فخور بالحاجه اللي هو قدمها. افتكرت وانا قاعد دلوقتي مع حضراتكم قصه صغيره جدا 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 حصلت لي وانا خارج وانا بقى داخل في ثانيه. كنا في مهرجان الدراسه كانوا بيقولوا ان حد يكتب قصه قصيره يقدمها. فجالي ولد كان خايف كده وما عندوش حماس وجات لي مامته معايا. قالت لي ابني كاتب قصه بس مش عارف الورق مطبع الورقه شكلها مش كويس. وقريت القصه كنت قصه رائعه، قصه جميله جدا يا ابني، ما تكذبش انت عندك مواهب كويسه. الولد ده في السنه اللي بعدها خد المركز الاول في القصه القصيره على مستوى اسكندريه. شجع يعني شجع اولادك انهم يعملوا كده وخلوا كده.
خلوهم يقروا في الموضوعات، يحضروا الكورس، يذاكروا ويطبقوا في المكتبة، يقروا. كمان بقى يعني بقول حاجة كده، ما أعرفش حاجة. بمشيها إزاي؟ أول انطلاق إلى مدارس أحد أرض الموضوعات خاصة بشخصية الولاد. وإزاي تحملهم المسؤولية؟ وإزاي يكونوا شخصيات قيادية؟ وإزاي يعبر عن نفسه ويقول؟ مش لازم الخادم يروح مدارس الأحد أول ما يخش على طول وقت يروح أي القصة بتاعته فهمت وفهمت واللي فهم فهم واللي ما فهمش ما فهمش واللي كان معاه معاه واللي ما كانش معاه مش معاه. لا لازم نركز على الموضوع ويبقى علمنا على كل الولاد اللي في الفصل. أنت متابع معايا ولا مش متابع معايا؟ مش هقول الدرس كله مع بعض كده، أعمل ليست في النص كده، إيه اللي خدناه؟ إيه اللي خدناه؟ إيه السؤال ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجوائز؟ خلي ولادك منتسبين ليك. الموضوع الشيق كمان بينزل الولاد. في فترة تانية برضه حاجة تانية بحب أقولها، برضه كل شهر أو شهرين أو ثلاثة كده أقترح على الولاد كتاب. مرة كتاب روحي، مرة كتاب ثقافي، مرة كتاب تاريخي، مرة كتاب جغرافي، مرة كتاب كذا، مرة كتاب كذا. أنا بجيب الكتاب ده من المكتبة، حاول تقدم فيه ورقة، إيه اللي فهمته من الكتاب ده؟ إيه اللي شفتوه؟ إيه اللي استفدته منه؟ إيه اللي عملته؟ أخلي الولد يقرأ ويقول أفكاره، يشوف ينقلها على النت ويقول له خلاص، يشوف ويقرأ ويبحث ويقول ودي جوايز. آخر نقطة أنتم برضه قلنا في الحكاية دي، لازم نعمل ندوات متخصصة للأولاد بتاعت المرحلة الابتدائية والابتدائية الثانوية عشان مش نكمل معاها في التربية. احنا عملنا كده في الإعدادي، كان في الإعدادي عملنا كذا دورة وكذا ندوة لأولاد الإعدادي عشان يتواصلوا معانا. كانت ندوات جميلة وكان ليك فيها أعداد كبيرة على التربية عموما، وكانوا بيسألوا أسئلة متخصصة في التربية للأولاد دي بقى مترجمة باعتبار بين الأولياء والأولياء اللي كان يسألوا. أنا آسف إني ما طولت عليكم، بس أرجو إن أنا أكون يعني قلت حاجة. أشكركم جدا، أتمنى للكنيسة المحبوبة كل خير وكل بركة، وأتمنى لآبائي المباركين المعلمين اللي خلوني قدرت كده واقف أتكلم. أنا كنت قبل كده بتكسف أتكلم قدام الناس، أنا بقول الحاجات اللي كنت بعملها عشان انا عالجتها قبل كده. وقفت دلوقتي بقى قدام المدارس لحد وبتكلم، قبل كده ما كنتش بقدر اتكلم، كنت اتكسف ومشي حمار. دلوقتي بقيت بقى بدي هذه الفرصه لاولادنا عشان يتعلموا كويسين. اشكركم جدا. الأب والابن والروح القدس الله واحد آمين. المجد الأب والابن والروح القدس لأنه كل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العيد الخمسين لجنسيتنا، وأنا موجود عشان أتكلم عن المكتبة الاستعارية. بدأت المكتبة الاستعارية من بداية على يد المرحوم مجدي مسيحة، كان جايب كردونة وكان حاطط فيها كتب مقررة عنده، وبدأ القدام والخادمات يحطوا الكتب المقررة عندهم في الكردونة. بعد كده الكردونة في نهاية كل يوم كانت بتتحط في أوضة الأربان. مع الوقت لما بنينا مبنى الخدمات بتاع الحضانة أطبخ لنا الدور الثالث كله للمكتبة الاستعارية، وأطبخ فيها أربع دواليب خشب. بعد ذلك اتملت كل الأوضة بدواليب الخشب، وكمان عملنا فوق الدواليب كملنا غيظ السقف. اتنقلت المكتبة الاستعارية عدة مرات، كل ما بنهد مبنى ونبني مبنى اتنقل كذا مرة لغاية لما استقرنا آخر مرة على وضعها الحالي. استغنينا عن كل الدواليب الخشب وبنينا عملنا الدولاب معدن في تلت المكان، والتلتين القاع علشان الناس تقعد وتطلع على الكتب وكمان يقعدوا يذاكروا للطلبة. احنا دخلنا على تعب الاخرين اللي هم بدأوا لأسسوا المكتبة الاستعارية، اللي هم خطوا الاساس من تصنيف وترقيم والاختام، واحنا ماشيين على نفس النظم اللي هم وضعوها. ونذكر المهندس اللي وضع لنا البرنامج على الكمبيوتر اللي علشان الناس المستعارين وحركة الكتب، ودي كانت مهمة جدا جدا للمكتبة. عن طريق هذا البرنامج ممكن نطلع باللابتوب إلى أي مكان وإلى أي دير وما نشتريش كتب مقررة،
لأن مهما كان ممكن مش هيقدر يتذكر كل الكتب اللي عندي، وكنت بشتري كتب مقررة كتير، فوجود اللابتوب معايا في كل مكان ده بيسهل لي إن أنا ما اشتريش كتب مقررة. كمان المكتبة الاستعارية كانت في السبعينات والثمانينات ما كانتش مكتبة البيع مغطية كل الكتب، فكان الخدام والخادمات والشعب كانوا بيلجأوا إلى المكتبة الاستعارية في هذا الوقت، والكتب اللي هي بتاعت اللي بيستخدموها الخدام والخادمات في تحضير الدروس كانوا بيجي ياخدوها من المكتبة الاستعارية لأنها كانت غالبا غير متوفرة في مكتبة البيع. يعني لدرجة إن الخدام والخادمات ممكن يبقى عندي 15 نسخة من كل كتاب يبقى موجود عشان تغطي كل الخدام والخادمات اللي كانوا موجودين، وبتوفر على الجنيسة إن هي تشتري هذه الكتب المقررة كل سنة. ومن أعظم الأنشطة في المكتبة الاستعارية المسابقات. المسابقات دي هي شتت كل الشعب إلى المكتبة، وكنا بنعمل مسابقات متنوعة، فالشعب طلب إن احنا نخصص هذه المسابقة للكتاب المقدس، فخصصنا ليهم المسابقة فعلا للكتاب المقدس، وابتدينا من سفر التكوين لغاية سفر الرؤيا ونرجع تاني وهكذا. وكنا بنجيب مسابقات من أبروسيات تانية، من أبروسية المنصورة وأبروسية ومن سبين الكوم ومن المنيا، وهذه مسابقات تعتبر مسابقات سنوية كان الشعب فرحان بيها جدا جدا. ما ننساش أبدا الدعم الكامل من قدس أبونا مقرد من البداية إلى الآن، وأبونا مسائيل هم نفسهم محبين للقراية وبيدعموا المكتبات بالمكتبة بالكتب المقررة عندهم، والكهنة اللي موجودين الجداد هم أصلا كانوا قدام عندنا وكانوا بيستعيروا من الكتب، واستمروا على هذا الوضع بعد ما أصبحوا كهنة مستمرين أيضا بيستعملوا الكتب، وأي كتب مقررة عندهم برضو بيجيبوها المكتبة الاستعارية. من ضمن الحاجات اللي أفادت المكتبة الناس إن ممكن أبونا يجي للشاب أو للشابة أثناء الاعتراف يقول اطلع للمكتبة تعيد كتاب بستان الروح الجزء الأول مثلا، وممكن يكون الكتاب غير متواجد في مكتبة البيع أو هو عايز يستعيره، فيجي المكتبة الاستعارية ويستعير الكتاب اللي هو عايزه لينمي حياته الروحية. فكان الكهنة بيساعده بأسلوب غير مباشر اللي هو المكتبة الاستعارية في نموها. بالنسبة للكتب المقررة اللي بتيجي إهداءات من الناس بنحاول نفيد بها المكتبات الاستعارية في الجنائس الثانية، فكان بيجيب لي جواب من أبونا بتاعه إن هو عايز يأسس المكتبة عنده، فكنا بناخد الجواب ده وبناء عليه نديله كتب علشان ينشئ المكتبة الاستعارية عندهم. ومن ضمن الأجورة اللي خدت كتب كتيرة أو من عندي من المكتبة الاستعارية دلوقتي دير مرمينا العجايبي ودير المحرة ودير قديس مكاريوس السكندري. نذكر ربنا يسوع المسيح أن احنا عندنا دلوقتي في المكتبة الاستعارية أكثر من 31 ألف عنوان كتاب، حوالي 60 ألف نسخة، لو في كتاب متكرر جزء نسخة فكلهم حوالي أكثر من 60 ألف كتاب، وربنا يبارك ويزيد. كان في المكتبة الاستعارية مكتبة ضخمة جدا لكتب البرايل خاصة بالمكفوفين، خدت مكان ضخم جدا، وما فيش مكفوفين هنا من ضمن شعب الجنيسة قليلين أوي، رغم إن أنا بحاول أعمل دعاية علشان يجوا لكن صعب جدا إن هم يجوا. بقى في خدمة مكفوفين في جنيسة العذراء سموحة، فهدينا ليهم هذه الكتب المكتبة دي كاملة للعذراء سموحة علشان أغلب المكفوفين بيروحوا هناك وفي خدمة خاصة بيهم على مستوى الإسكندرية. المكتبة الإستعارية عندنا أول ما بدأت كنا متخصصين في خدمة كتب الدينية المسيحية فقط، لأن في البداية كنت أنا خادم في المدارس الأحد، وكنت بشوف صعب جدا إن أنا في المدارس أو في الكليات ألاقي كتب تخصني أنا كمسيحي بالتفاسير أو الحاجات دي، تجد تكون معدومة. لذلك تخصصت جدا إن أنا أهتم لأولادنا وبناتنا بالكتب المسيحية،
ما كنتش بهتم بالكتب الثقافية نهائيا، لكن بعد كده من 20 سنة كده أو 25 سنة ابتديت بقى لما المكتبة أصبحت يعني شبه متكاملة من الكتب المسيحية، مفيش مانع الإهداءات اللي بتيجي أحطها في الكتب من الكتب المكتبة اللي هي الكتب الثقافية، سواء في الكمبيوتر أو في التب أو الكتب الأدبية أو الكتب المترجمة الأدبية برضو موجودة في المكتبة التاريخية.